مصر في نقطة فارقة في تاريخها وحاسمة، دي كانت جملة من ضمن كلام كتير قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعشان كده كان لازم قرارات مختلفة تكسر القوانين القديمة والفكر المتجمد اللي محدش فكر يغيره، وكانت قرارات الرئيس والمجلس الأعلى للاستثمار واللي ما كانش حد يقدر يتكلم فيها قبل كده بسبب أفكار قديمة عفى عنها الزمن، وكل الدول رمتها وانطلقت اقتصاديا لأنها عرفت أن رأس المال والاستثمار ملوش جنسية ولا عقيدة، وكل اللي يهم هو الربح وانت بتقدم لي ايه كمستثمر، ايه اللي حصل وايه اهم قرار اخدته الحكومة وليه الناس خايفة منه. بانكير نبض البنوك. زي ما قلنا قرارات كتير اعلن عنها مدبولي امبارح وهو بيتكلم عن جهود مصر للخروج من ازمتها الاقتصاديه والجهود عشان تواجه كل التحديات، ومن بينها عدد من القرارات التنظيميه والمشجعه للاستثمار زي تقليل تكلفه تاسيس الشركات في مده اخرها 10 ايام. مفيش روتين ولا الختم مش ظاهر وهات لنا دمغه ومعلش الخزنه قفلت وشغل مدام عفيفه اللي في الدور الخامس، كل ده خلاص بقى فيه فكر جديد والرئيس شخصيا هيتابع تنفيذه والمجلس الاعلى للاستثمار هينعقد بشكل دائم. لكن اهم قرار اتاخد ومحدش خد باله منه قوي هو فتح باب التملك للاجانب لاي عدد من العقارات. تخيل حضرتك دبي بقت اغنى بلد في العالم من بيع العقارات، وسمعنا عن الشقق واللي بارقام فلكيه، أمريكا باعت نص عقارات الدولة للصينيين، وفي حاجة اسمها الاستثمار العقاري، وإحنا كنا لسه خايفين نملك عقار لأي حد كأنه هياخد البيت ويهرب بيه، وكانت الأفكار أو السبب اللي بيمنع الحكومات من فتح باب التملك إنهم شايفين تملك الأجانب خطر بيهدد سياسة الدولة. طبعاً ده كلام خارج حدود المنطق لأن الاستثمار اختلف وكل الدول فتحت أبوابها وبتتسابق عشان تجذب المستثمرين ورؤوس المال. لما تفتح باب التملك للعقارات حضرتك بكده بتوطن الاستثمار وبتشجع المستثمرين أو السياح يقعدوا عندك بالشهور، وكمان بتفتح باب استثمار كبير لأن المستثمرين هيحبوا يتاجروا في العقارات، وده بند ممكن يدخل مليارات لوحده. وبرضه مش معقول يكون عندك مستثمر حاطط مليارات الدولارات مثلاً في مشروعات وانت مش راضي تملك شقة أو شاليه أو فيلا. مفيش كلام إن تفكير حكومة مدبولي صح جدا وكان لازم القرارات دي تخرج من زمان عشان يبقى عندنا استثمار حقيقي ودخل من العملة الصعبة وتفرض نفسك وسط الدول اللي انطلقت جنبك بسبب أفكار جريئة. أنا أشرفة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.